محمد، رئيس اتحاد التجار المهنيين المغرب. اليوم جينا كنحضروا هذا النشاط الاشاعي قام به المكتب المحلي لمدينه اسفي والاقليمي، اللي هو هذا النشاط اللي تعودنا اننا كنديروا من 2011 تقريبا، هذه النسخه الثالثه، واليوم 2022 جابت الشكل هذا، اللي متوزع ازيد من 200 قنينه طفايات حريق على التجار والمهنيين، في اطار اننا كنعاونوهم وكنساعدهم لاننا يلقاو حاجه باش انهم يعتقوا ريوسهم او ينقذوا ريوسهم او ينقذوا الاخرين. جاء هاد الحمله التحسيسيه في اطار البرنامج السنوي ديال اتحاد العام التجار المهنيين المغرب، وفي اطار العمل على تجويد العمل المهني وعلى تقريب يعني التجار والمهنيين من ادوات اللي ممكن انه يحموا بها انفسهم. نتمنى من عند الله ان الجميع ينخرط مثل هذه العمليه التحسيسيه والتوعويه، ونتمنى من عند الله ان يعني الشركاء ديالنا سواء خاصين او عامين انهم يساهموا في مثل هاد الانشطه، لان انشطه توعويه تحسيسيه فيها فائده للوطن كامل ماشي لفئه واحده. ثاني حاجه، اليوم المكتب المحلي قام بتكريم العديد من التجار والعديد من الاطر اللي كان على راسهم السيد مؤمن عبد الوافي، اللي هو اطار في مندوبيه ديال التجاره رئيس مصلحه التجار، اللي كان اليوم تم التكريم ديالو نظير العمل ديالو الكبير اللي قام به. كان تكريم ديال الاخ مصطفى، حتى هو ما عطاتوش الفرصه انه هو يحضر معنا لهذا النشاط هذا لظروف يعني خارج على الاراده ديالو. اليوم كنشكروا مجددا اللجنه التنظيميه على العمل الجبار اللي قامت به، وكنشكركم انتم موقع اسفي الان الحضور ديالكم تغطيتكم هذا العرس والنشاط الاشاعي. شويه ديال التفوسيخ البارك. الحمد لله كنخدموا بالنيه وكنخدموا بالعمل الجاد، والحمد لله كنعطوا لكل ذي حق حقه. كنأطروا الناس على ريوسنا، ممكن كتكون حاجه ما كنعطوهاش للاعضاء وكنعطوها للمنخرطين، وهذا كيدل على الحمد لله على النزاهه ديال الاخوان وعلى الحب ديالهم للعمل، حب العمل ديال العمل الجمعوي وحب ديالهم التنظيم. اليوم كنشوف الاخوان كيجيو يحضروا معنا من اكادير ويحضروا معنا من جديده ومن مراكش، وكيجيو حنا غادي اليوم نسالم معكم هنا، وغادي عندنا التاسيس في مدينه اكادير، وبالتالي كاين واحد التلاحم، كاين واحد الترابط ما بين الاخوان، كاين حب للتنظيم. هذا الشيء اللي كيدفعنا اننا نمشيو لقدام واننا نوصلوا بهذا التنظيم ان شاء الله في مراتب اللي هي كبيره. معكم السلام عليكم، معكم هشام الدور كاتب الاقليمي لاتحاد العام التجار المهني. كيف ما كتشوفوا اليوم تم الاتحاد العام التجار المكتب الاقليمي والمحلي وتنظيم الحمله الثالثه التحسيسيه والتوعويه لفائده منخرط الاتحاد على الصعيد الاقليمي والمحلي، هذا في نسختها الثالثه، وذلك باشراف الفعلي للسيد الرئيس الوطني السي محمد الزيان. وكيف ما كتلاحظوا داز في اجواء يسودها المسؤوليه وكذا توزيع 200 طفايه الحريق لفائده المنخرطين. والسلام عليكم. ما كيعلم الجميع بان الاتحاد العام التجاري كيقوم بتاطير وتكوين التجار والترافع عليهم في جميع المحطات ورفع الحيف على الفئه المهمشه. الاسم طاهر حمال، كاتب المحلي لاتحاد العام التجار والمهنيين بالمغرب فرع اسفي. درنا هذه الحمله التحسيسيه الثالثه في اطار البرنامج المسطر من طرف الاتحاد العام التجار والمهنيين فرع اسفي، باش نوعوا التجار والمنخرطين ديال الاتحاد العام التجار والمهنيين بالمغرب فرع اسفي، باش يتحسوا بمخاطر ديال هذا تسرب غاز البوطان، باش لا قدر الله لو وقع لهم شي حريق ولا شي تماسك كهربائي كيعرفوا كيف يتعاملوا معاه وكيفاش يطفوا الحريق. وكنشكروا الصحافه المحليه والجهويه اللي ازرت هذا اللقاء اللي غطات هذا الاعلام، والحضور الكريم ديال المنخرطين كان حضور مبهر، وتنظيم الحمد لله جيد من طرف الاخوان اللجنه المنظمه. كاين تقريبا شي 400 منخرط اللي حضرت هنا اجت لهذا اللقاء، وكنشكروا جميع المتدخلين. والسلام عليكم. النجاح ديال هذا هو حب الناس لهذا التنظيم، وحب الناس ديال الاتحاد العام التجار والمهنيين، الاعضاء المكتب كيخدموا بتفاني باش كيقدموا المزيد لهذا التجار والمهنيين كمنخرطين على صعيد مدينه اسفي، باش نوعوهم ويرصوا الصفوف ويعرفوا ما لهم وما عليهم باش يكونوا سند لبعضياتهم.
باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.